في أجواء هالليلة الشتوية الجميلة. اليوم نلتقي بالفنان الجميل نصيف زيتون. أهلا وسهلا فيك، سعيد جدا بلقائك. خلني أسألك مباشرة، ما بردت؟ ما بين علي؟ يعني لا لا ليك صوتي. عفوا أنا آسف، طقس شوي متعب كان، بس حرارة التفاعل تبع الناس، حرارة ملاهن، حرارة الحب اللي مبينة بعيونهم. دفت الليل. إيه الحمد لله، الحمد لله. دفت الليل. الله يخليك، تسلم تسلم تسلم. طبعاً الجمهور اليوم كان مرة متحمس، وأنت لأول مرة تجي السعودية وتغني على مسرح أبو بكر سالم، فإحنا أكيد مبسوطين فيك. كيف شفت الجمهور؟ والله العظيم أنا قلت وسبق وقلت وبرجع بعيد، الجمهور السعودي صيته سابه. يعني أنا أول مرة، فعلاً أول مرة لي بالمملكة، أول مرة لي بموسم الرياض، أول مرة بعمل حفلة هون، بس سامع كتير إنه قديش في شو، قديش في تفاعل، قديش في محبة، قديش في كرم بالتعاطي مع الفنان اللي بيجي. والحمد لله شفت هيك، مع إنه كان في كتير برد، كانت حرارة تفاعل كبيرة جدا. يا سلام يا سلام. اليوم اليوم أجواء الحفلة كانت جميلة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن اللي شاهدناه الأداء، رقصات كانت رائعة وأدائك كان ولا أحلى. أنت ترتب لها قبل الحفل ولا هي طلعت كده؟ لا والله صراحة ليك، أنا إذا كنت مرتاح بكون على طبيعتي بكون هيك، فاليوم كنت مرتاح واليوم كنت مبسوط. الجمهور لازم يعرف إنك كنت مرتاح مرة. إيه والله مبسوط ومرتاح وبس بردان. كنا كلنا بردانين، بس لا بس كون مرتاح. هيدا ليك ما في شيء بخطط له أكثر من المغنى، المغنى هو الشيء الوحيد اللي بتخطط له، الأغاني البروفا وليك، أما كيف طريقة العفوية. إيه كله عفوية. اليوم احنا في موسم الرياض، يعني ما نبغى حفله واحده بس وتهرب ما تجينا مره ثانيه. ايوه ها، وعد الجمهور بوعد ان تجي اكثر من. انا اتشرف دائما اجي اشوف الناس الطيبه والوجوه الحلوه، وبتشرف انه دائما اغني بارض المملكه بكل فعالياتها. ان شاء الله يا رب هيك دائما الامن والامان والسلام لكم جميعا.